الغزال والسلحفات، حكاية من التراث الكوبي. كان يا مكان في قديم الزمان، كانت هناك قرية صغيرة تعيش فيها الحيوانات، وكان فيها بحر أزرق اللون وسماء زرقاء. عاشت الحيوانات هنا في أمان، وقد قاموا اليوم كما هو حالهم دائما بالعمل على تقطيع عيدان قصب السكر. حسنا أنا ذاهبة، خذي راحتك يا عزيزتي. نعم. يا سلحفاة، إنك تقومين بتوزيعك اليومي، أليس كذلك؟ إنك بطيئة جدا. نعم. ماذا؟ عملك بسيط، بسيط جدا، كل ما يطلب منك هو فقط توزيع قصب السكر. أنت قاسي. لما العجلة؟ أوه فهمت، ليس هناك فرق بالنسبة لك، فسواء أبطأت أو أسرعت في السير فالأمر سيان. نعم. ابتعد ابتعد. أنت كالكرة المثقوبة، عندما تتدحرجين من مكان إلى آخر يستغرق ذلك منك وقتا طويلا أيتها البطيئة. هذا كثير. غضبت؟ إذا غضبت مني حقا فلما لا تسابقينني؟ إن فزت أعدك بالابتعاد عنك والبقاء بأعلى الجبل، ما رأيك بهذا؟ هيا تكلمي. حسنا سوف أتسابق معك. نعم. لابد أنك تمزحين. نعم تمزحين. سوف أفوز وسترى. بهذه الأقدام الصغيرة؟ حسنا سنرى من منا أكثر حكمة. اتفق الاثنان على السباق بعد 15 يوما، وأصبحت هذه القصة هي محور حديث أهل القرية. سيسابقها بساق واحد. السلحفاة قالت ذلك، لا أستطيع أن أصدق. قالت إنها ستسبقني. نعم. إنه مزاح. نعم مزاح. وما زال هناك الكثير من الوقت حتى يحين موعد السباق. سيكون موعدا رائعا. تعالوا لمشاهدة السباق، وبعد فوزي سنحتفل بذلك، ما رأيكم؟ أثناء ذلك انعقد اجتماع في بيت السلحفات. لماذا يصر هذا الغزال على إغاظتنا؟ لماذا؟ لم نقم بإيذائه يوما ما أبدا. هذا صحيح، لقد قاسيت أنا أيضا منذ أيام. عندما كنت أجر العربة قام الغزال بوضع حجر على العربة فلم أتمكن من جرها. لقد قررت سأفوز في السباق. أنا أقترح أن نضربه ضربا مبرحا وسوف لن يتعرض لنا. كيف نضربه وهو أقوى منا؟ هذه هي المشكلة، إذا كنت سأسابقه حقا سأخسر، ولكن اسمعاني جيدا. اشتريت اليوم 3 قمصان جديدة. قمصان؟ ما تفعلين بها؟ تعالى واسمع جيدا. ترى ما الذي كانوا يتحدثون عنه بشأن تلك القمصان المتشابهة؟ هل ستتمكن السلحفاة من الفوز بالسباق حقا؟ السباق طويل ويمر بقريتين. مرت 15 يوما المقررة وجاء يوم السباق. استمعوا، الفائز بهذا السباق معروف وهو أنا، انتظروا للاحتفال. كل في مكانه، استعدوا. راحت السلحفاة تمشي بأقصى سرعة، ولكن مستحيل أن تفوز في السباق بهذا البطء. الطريق طويل. أخيرا وصلت إلى هنا، منذ الآن الأمر يعتمد على أصدقائي. نعم سأختفي الآن.
أجمل غزال، أجمل غزال، آتوا بسرعة. أجل أجل، أنا فظيع، أنا رشيق، أنا سريع. أجل أجل، سوف أفوز ولن أخيب. أجل أجل، أنا الغزال، أنا الغزال، آتوا بسرعة. راح الغزال يجري مسرعا حتى وصل بعد قليل إلى أول قرية. إنه دكان حلاقة. حسنا، سوف أحلق لحيتي. يجب أن أبدو وسيما عند احتفالي بالفوز. أنا السلحفاة، أنا أجري بسرعة، أنا السلحفاة، لن أخسر بسرعة. أنا السلحفاة، أنا أجري بسرعة، أنا السلحفاة، لن أخسر بسرعة. مستحيل، هذا مستحيل. تعجب الغزال وأخذ يجري مسرعا ظنا بأن السلحفاة قد تمكنت من اللحاق به. ممتاز. كان الغزال مندهشا للغاية حتى أنه لم يستطع الانتظار لحلاقة الجانب الآخر من لحيته، وهذا هو سبب تمتعه بلحية هزيلة رقيقة. راح الغزال يجري مسرعا حتى وصل إلى القرية الثانية. الله، لا لا لا، إنه مطعم. يا لها من رائحة، سوف أملأ بطني بالطعام. لقد ركضت بشدة، لن تلحق بي أبدا. سوف أفاجئه وهو في شدة فرحه. نعم سوف أفعل. أنا الغزال، سوف أفوز. أجل أجل، أنا الغزال، أجمل غزال. أنا السريعة، سوف أفوز. أنا السريعة، سوف أفوز. مستحيل مستحيل. النقود، خدع الغزال ثانية، وفي هذه المرة ترك طعامه في المطعم وراح يعدو مسرعا. أنا الغزال، لقد تعبت. أجل أجل. منذ ذلك الحين شعر الغزال بجوع شديد، فلم يكن قد تمكن من إنهاء طعامه. لقد تعبت كثيرا، أنا الغزال. فما كاد يصل إلى نقطة التحول حتى أسرع عائدا إلى طريق البداية. كانت له نصف لحية وكان يشعر بجوع شديد، لكنه أخذ يجري في يأس. والآن جاء دور السلحفاة. والآن أوشك السباق على الانتهاء، سأسرع. هذا هو الهدف، جميع الحيوانات تنتظر ظهور الغزال. هم قادمون. السلحفاة، نعم السلحفاة. أنا لا أصدق أبدا. وصلت. لا يمكن، ستسبقني. سخرت جميع الحيوانات من الغزال، فشعر بخجل شديد وهرب إلى الغابة. أيها الغزال، لقد خسرت. ما الذي حدث لمرحك وسرورك؟ يا لك من مغرور. نعم. منذ ذلك الحين لم يحاول الغزال النزول من الجبل.